السمع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن كتاب الله تعالى يستعرض كل ما يمكن أن يكون دافعا لإنكار المشركين لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ورفضهم له، وسبق هذا في أحاديث سابقة. انتهى بنا القول أو الحديث لدى قول الله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هذه الجملة يثيرها القرآن ويجيب عنها القرآن ويجيب عنها واقع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يستجب هؤلاء المشركون أول مرة؟ فلعل من الاحتمالات التي يمكن أن ترد وليست صحيحة وليست واقعة أن هذا النبي يسألهم أجرا وهم يخافون أن يكونوا مثقلين بأداء ذلك الأجر، وأن يكونوا قد وقعوا في أمام أداء مغرم من المغارم ودين يطوقون به ويجب عليهم أداؤه لهذا النبي، فهم لذلك لم يؤمنوا تخلصا من هذا كله. أم تسألهم أجرا؟ الأجر في الاستعمال هو ما يكون أو يجازى به الإنسان، يعطى جزاء مقابل شيء ما، عمل أنجزه الإنسان. في الاستعمال القرآني يكون الأجر والجزاء للعمل الديني الدنيوي والأخروي، فيقال عما يجزى به الإنسان في حياته في عقد أو شبه عقد ذلك أجر وأجرة، أي في العقد غالبا نستعمل الأجرة، وهي ما يتقاضاه الإنسان لقاء عمل أداه فيه مبادلة ومقايضة. وفيما سوى ذلك هو أجر، عموما هو أجر. إذا قام الإنسان بعمل لصالح إنسان آخر يعطيه أجرا، إذا تفاهمان على الأجر، على نوع العمل، على المدة، ويستوجب المشتغل أجرا، ويجب على المؤجر أن يعطي صاحب العمل أو العامل أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يكون هنالك من يدافع عن العامل والمشتغل، قبل أن تكون هنالك جهات تدافع عن العمال. مما نشأ فيما بعد في أوروبا بعد النهضة الصناعية احتيج إلى النقابات، وكانت الحركة النقابية كما تعلمون ذلك، ثم توسعت، وفي بلاد الله فيها مناطق فيها هذه الحركات وفيها مناطق أخرى ليست فيها هذه الحركة. لكن قبل هذا وذاك كان القرآن هو أو الشرع هو الذي يتولى هذا الأمر، ويرى أن من العدل أن يكون هنالك إجارة، وأن الإنسان يؤجر نفسه يشتغل لدى الغير ويتطلب أجرة، ولكن حينما يؤدي ذلك العمل يجب على المشغل ألا يتلكأ في الأداء وألا يماطل وألا يعتذر، لأنه إذا فعل ذلك دخل في باب الظلم، دخل في باب الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما في كل الأحوال يقول: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم، ومطل الغني ظلم. حينما يماطل المشتغل مثلا يشتغل لديه فيقول: سأعطيك بعد كذا، ثم يرجعه بعد ذلك ويرجع، بمعنى أنه لا يتقاضى الأجرة إلا بعد أن يكون قد تعب من الذهاب والإياب. هذا أمر
من التكاليف الشرعية التي قل ما يدخلها الناس في مفهوم التكاليف، لأن الناس جعلوا التكاليف الشرعية تكاليف تتعلق بالشعائر فقط لا بالمعاملات، وهو هؤلاء هم الذين سهلوا على الناس وهونوا على الناس أن ينشروا في البشرية أن الإسلام دين يكتفي بالعلاقة بين الإنسان والخالق. أي العلمانية باعتبارها نظرية تريد أن تفصل الدين عن الحياة وعن القيم الثابتة، ليس الدين عن الدولة، هذه انتهت. أي فصل الدين عن الدولة هذه أصبحت متجاوزة، أصبحنا الآن نتحدث عن أمر آخر. هي العلمانية شاملة كما يسميها المسيري، شاملة هي أشمل من فصل الدين عن الدولة. هي الآن العلمانية الشاملة هي فصل الدين عن الحياة، لا يتعلق له بالحياة، ندخل فيه باب الحرية الفردية نفعل فيه ما نشاء، لأننا أعطينا الفراغ لتدخل فيه أي ما هو من باب الحرية الفردية هو مؤطر بالشريعة الإسلامية. علاقة الرجل مع المرأة مؤطرة، ما يحل وما يحرم معروف، الأموال والأعراض والأحساب حرام، ذكر ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة الوداع. عموما الأصل في الأبضاع كما هو معروف، الأصل في الأبضاع الحرمة، أي ليس بين الرجل والمرأة إلا الحرمة، علاقة التي بينهما جنسيا هي علاقة حرمة، إنما تحل بعقد، فالمرأة لا تحل للرجل إلا بعقد، وإذا لم تحل بالعقد فإنها تبقى محرمة. وبعض العلاقات لا تحل لا بعقد ولا بغير عقد، وهن المحرمات. النساء محرمات، هل إذا عقد الرجل على أخته تصير حلالا أو إذا عقد على أمه تصير حلالا؟ هذه لا لا. إذن قلت إن هذه المجالات هي مؤطرة ومعبأة بشريعة، لكن حينما ألغينا نحن هذه الأحكام وأصبحنا لا نعلم الناس في الإسلام، الآن كما يتكلموا في الإسلام في الفقه، نبدأ بباب مثلا هو باب الطهارة ثم ننتقل إلى أن ننهي باب مثلا الزكاة أو الحج، الحج ركن، نقول انتهى الكتاب الإسلامي، يلا نعود من الأول. ما انتهاش، لأنك لم تبدأ الفقه بعد، لم ينتهي الفقه، لم تبدأ الفقه، إنما ذكرت بابا وباب العبادات. وأين المعاملات في الفقه؟ لا تذكر. وذلك إلغاء المعاملات حتى في التدريس هو التورط في العلمانية، وهذا الأمر أقول لكم مسألة ربما ما لم يتيسر أن نتحدث عنها، ولكن يجب أن نقول أن أقول إن كثيرا من الذين يعادون العلمانية باعتبارها عنوانا هم يقعون فيها ممارسة. حينما نرى الإعلام الآن، وفهموا الآن ماذا أقول الآن، حينما نرى الإعلام، نرى الإعلام صمم على أساس علماني محكم، فنقول هذه القنوات هذه قناة متدينة لا حديث لها إلا عن الدين، منذ أن تفتتح وهي تتحدث عن الدين، القرآن، الحديث، كذا، دروس أو الأناشيد وما أشبه ذلك. هذه قناة لا حديث لها إلا عن الرقص والفساد وكذا وكذا، وهناك قناة بين إن شئنا، وإن كانت هي في الحقيقة ربما قناة سياسية وليس فيها أثر للدين. في حينما يتصور إنسان ما أن هنالك قناة ربما لا صلة لها بالمسائل الدينية، ويقول ربما هناك درس هذا سمعته ألقي في القناة الثانية، لا يجوز، أنت علماني من حيث لا تشعر، يجب أن يكون هناك درس ديني، وإلا فأنت واقع تحت تأثير العلمانية. أنا لا أريد أن أتحدث في قناة
معروف بأنها لا تتحدث إلا في الدين، لأنني لم نقتسم الحياة على هذا النحو. نحن لم نقتسم الحياة على، نقول يجب أن يصير الكل مشمولا بالإسلام، والذي فيه انحراف يجب أن يقوم لا أن يترك ويدافع عن فساده لأنه لا يجوز أن يكون. بل هذه قنوات هي للأمة كلها، لم يبع أحد هذه القنوات لصنف من الناس. لما نترك إنسانا يستبد بقناة ما ليقول هي قناتي، وكان يمنع أن يتحدث فيها الإنسان ولو بالأذان؟ وهل نعتبر أن هذا شيء يجب المسالمة فيه ويجب الرضا به؟ هكذا يفهم بعض الناس. لا، هناك مناظر أعرف تلك المناظر، هي المناظر التي أشاهدها الآن في الكلية، هي المناظر التي أشاهدها في الإدارة، هي المناظر التي أشاهدها في كل مجالات الحياة. فهل أفرغ الحياة، أخرج من الحياة كلها، أم أنني يجب أن أشتغل من خلال هذه، خصوصا إذا تعلق الأمر بالكلمة؟ الكلمة ليست مشاركة، الكلمة خطاب. الكلمة ليست هي حضور من أجل تصفيق في مجال. لو ذهبت إلى ناس يحتفلون وحضرت معهم وأنت تصفق كنت مشارك، ولكن إذا ذهبت وقلت كلاما غير الذي يقولون فأنت تؤدي رسالة الكلمة. وأين أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة الكلمة؟ أول مرة أداها بين المشركين، بين المعادين الذين احتيج إليهم في بداية الإسلام. في بداية الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ الدعوة إلى من احتاج، احتاج إلى أناس لم يكونوا أصلاً مسلمين. هل ثبت لكم أن أبا طالب كان مؤمناً؟ لم يكن مؤمناً، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتمى به ودافع عن الإسلام وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دخل الصحابة في جوار المطعم بن عدي وبعض المشركين الذين كانت لهم نوع من الوجاهة، وأدوا الكلمة من خلال جوارهم لها، أي قبلوا حماية المشركين وهم يسمى جوارا. لماذا؟ لأنه لم يكن الأصل عندهم أن يحضروا معهم احتفالا، كان الذي كان يشغل به الناس هو أن يؤدوا الكلمة. فإذا لم يكن للإنسان هذا البعد، هذا الفهم، فالأولى له أن يصمت وأن يسكت. أما أن يكون هو نفسه علمانيا عمليا، في الآخرون علمانيون نظريون، ونحن في بعض المرات نكون علمانيين عمليين نركز، وأننا نفصل الحياة نقول هذا لا يصح أن يكون في هذا وهذا لا يصح، من نقول لا، إن الإسلام حقه أن يكون موجودا، والخطاب الإسلامي يجب أن يكون موجودا في كل. أترون الآن ماذا يفعل المسلمون الآن؟ هؤلاء الدعاة الذين يتحدثون يخطئون خطأ كبيرا، لأننا حينما نتجمع الآن في القناة الواحدة أو في الصحف الواحدة، لمن نترك الذين لا يتحدثون إلا بالفرنسية؟ تعرفون أن هناك جمهوراً كبيراً لا يتكلم إلا بالفرنسية. هل تجدون أن الصحف الآن ناطقة بالفرنسية فيها مادة إسلامية؟ أبداً. هذا نوع من الغفلة. أنا أحب الآن أن أي إنسان له ثقافة إسلامية ويستطيع أن يعبر بالفرنسية أو بالإنجليزية أن يكتب في مجلة غير عربية، بدل أن يكتب لنا في مجلة عربية، لأننا نجد من يكتب في المجلات العربية أعدادا كبيرة ممن يكتب كتابة جيدة أو رديئة، ولكن في مجالات أخرى كأنها متروكة، كأننا نقول للناس يا أيها الناس هذه مجلاتكم افعلوا فيها ما تشاءون، أنتم لستم جزءا من هذا المجتمع الإسلامي، أنتم لكم تفكيركم. من بعد نقول العلمانية، هذا علمانية عملية، راكم فاهمين شنو؟ لذلك نرجع، تعرفون ماذا قلت؟ قلت إن هذا المجال الذي هو مشمول بالشريعة الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية، إذا خرجت ودن نفهم حكمه الشرعي واقتصرنا على أن نختصم في العبادات، فكأننا سلمنا هذا المجال للآخرين، لنقول لهم املأه بما شئتم، قولوا الحرية الفردية، قولوا ما شئتم. إذن هذا 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 استنتاج أو استمرار لما ذكرته من أن الإسلام تحدث عن قضية الأجرة وبين كيف يتعامل المشغل مع المشتغل، ولكن هذا جزء من التوجيه ضيعه المسلمون لأنهم رأوا أن ذلك ليس من الإسلام. أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عنه واستاروا يختلفون في أشياء ليست لها هذه القيمة.
قيمة أن تشتغل أن تعطي العامل أجره شيء كبير جدا، ولها أثر على حياة المسلمين، على تصورهم، على نشر الحضارة الإسلامية. لذلك كان الناس فيما بعد يقولون حينما نشتغل مع أناس متدينين يظلموننا، وحينما نشتغل مع أناس ربما لا صلة لهم بالدين نأخذ حقوقنا. هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا، لأن هؤلاء المتدينين لم يكونوا يضعون في الحساب هذا الأمر الذي هو إعطاء الأجير حقا. إذن هذا قلت من معاني الأجرة، إعطاء المقابل للعمل. في جميع الأحوال حينما نتحدث عن الأجرة أو الأجر دينيا أو دنيويا، فإن كلمة الأجر لا تكون إلا مرادا بها النافع، إلا مرادا بها النافع. لو قارنا بين كلمة الأجر وكلمة الجزاء، الجزاء هي أيضا قد يكون الجزاء قد يكون دينيا دنيويا أو قد يكون أخرويا، ولكن قد يكون نافعا وقد يكون ضارا. هذا الفرق. أي الأجر الأجر لا يكون إلا بالنافع، أعطى أجره مادي، الله تعالى أعطى الناس أجورهم يوم القيامة يوفون أجورهم، فهذه كله أجور هي نافعة. لكن في الجزاء هناك جزاء، جزاء جهنم جزاء جزاؤهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، جزاهم بما صبروا جنة وحريرة، جنة والحرير مما يحمد الإنسان، وجزاؤهم جهنم إن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، هي جزاء لا يحب الإنسان، هو محرق، هو مؤذي للإنسان. إذن فالجزاء أعم من الأجر. هذا في الألفاظ، حينما نتعامل مع الألفاظ القرآنية وكيف يستعمل القرآن هذه الألفاظ، يستعملها بهذه الدلالات كما ذكرت لكم. إذن هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أجرا؟ فهم إذن من مغرم مثقلون. المغرم هو الخسارة، وغالبا هي الخسارة التي تصيب الإنسان في ماله من غير جناية، من غير جناية. الإنسان قد تصيبه غرامة ومغرم، بمعنى أنه ضد الجزاء، ضد الأجر، الأجر فيه دائما منفعة، ولكن المغرم هو أن يتكبد خسارة في ماله، وهي في الغالب ليس دائما، غير مستحقة، أي لم يتسبب فيها، لم يكن له سبب. مثلا حينما يكون الإنسان آثما ويعاقب فذلك جزاء ولا يسمى مغرما، ولكن حينما يفعل الإنسان شيئا ما مباحا ويعود عليه ذلك بخسارة مالية فيكون ذلك مغرما. مثلا إنسان بدأ تجارة وهذه التجارة لم يكن ربما له بها خبرة بها أو بالسوق أو بالناس، كان يحسن الظن بالناس، ثم حينما فتح أتاه الناس يستدينون ويأخذون منه البضاعة، وهو ظن أنه بمقدار ما يروج البضاعة بالدين سينفق أو تروج تجارته، فاكتشف في نهاية المطاف أن رأس ماله ذهب، وأن الذين أخذوا ذهبوا، وفي الأخير اكتشف أن الدكان ليس فيه شيء. هذا أصابه مغرم، وهذا من الذين أصابتهم مغرم، من الذين يستحقون الزكاة، تعرفون ذلك. رجل أصابته غرامة، أي فعل شيئا مباحا أو يظن فيه أنه سيكون عليه عائد، وأخيرا وقع العكس. وهذا انتبهوا لهذا أيها الإخوة، هناك أناس، ودائما نرشد إلى هذا بعض الإخوة الذين يؤدون الزكاة، أناس ليسوا محتالين، ليسوا متسولين، ليسوا ناس يعيشون على صدقات الآخر، ولكنهم ابتلوا في بعض المرات، لم يحسنوا الحساب، أو جاءت جوائح أو أشياء تصيب التجارات فافتقروا. وبعض المرات قد يكون الإنسان ثريا غنيا ويبيع كل شيء، في الأخير ربما لا يستطيع أن يجد طعامه. هذا
وهو لا يستطيع أن يمد يده، الناس كانوا يعرفونه تاجرا وكانت له حساب في البنك ولكنه افتقر. هؤلاء في الأمة الإسلامية لا يضيعون، لا يضيعون. المفروض أنهم يكونون ممن يشرع بإغاثتهم وبإنقاذهم، لأننا دائما نحن طبعا واجب أن نسدي الخير للناس، ولكن الناس في تحملهم للضرر درجات. فالإنسان الذي تعود مرات كان فقيرا ولا زال فقيرا يعان المرة بعد المرة وصار ذلك جزءا من حياته، هذا الإنسان ليس هو الإنسان الذي كان بالأمس يجد طعامه وشرابه وكان متعففا وكان، ولكن بين لحظة وبين عشية وضحاها وجد أنه أن كل شيء خرج من يده. فهذا شيء، هذه حالة، وردوا بالكم هذه القضية دي. هذه الحالة تستوجب أولا تيقظ في المجتمع، المجتمع يكون يفهم، يكون يفهم اش كاين، ماشي مجتمع يتجرجر يمشي يدير فلوس في الأغنياء وناس غانيين ولا باس عليهم وما يزيد يدكن فيهم، لأن هذا غادي يوصلوا وهذا غادي يقربوا إلى الله، ما يقربوا ما مروا بعد الله شي يقربك، هذا الله ماشي غادي يقربك الإنسان شي بحال هذا، هذه ماشي قاطرة تجرك، خدم على راسك وزك من هذيك الهضره الخاويه. تجي واحد الانسان قاعد مبرك الارض ويقول لك واه الا مشيت عند السيف عطيت له راه غادي يقرب، فين يقربك وراه مروح وراه بعيد، فين يقربك وراه اللي راه في الطرف، شنو اللي ما بقايوش بالدين ديالو غادي يقربك، فين يقربك الى جهنم اذا بغيت تمشي معاه وصافي، ما عنده فين يقربك، ما عندوش فين يقربك. لذلك قلت هؤلاء بالنسبه للمجتمعات الحيه اللي فيها يقظه اسلاميه يجب انتباه اليهم. انتم أنتم الآن تتكلمون وتنشرون الخطاب وفيكم مدرسون ووعاظ وفيكم، انتبهوا لهذه القضية دي. قبل كان هناك في حياة العرب أناس يفعلون بعض الأشياء غريبة جدا. مثلا أحد العرب ناجية بن صعصعة جد الفرزدق كان رجلا كريما، كان رجلا عربيا، ويبحث فيجد أن بعض الآباء ربما يستثقلون وجود البنات، له بنت وكأنه يتأفف ويراها ثقلا وكذا وكذا، تعرفون النتيجة شنية؟ كان يئدها. فإذا رأى الإنسان فقيرا، هذه في الجاهلية ماشي في العرب، ماشي في الجاهلية، إذا رأى الإنسان فقيرا وله بنت وكذا يعرف المصير، قرأها يمشي عنده قل أشتري منك هذه البنت، شنية؟ يعطيه مقابل أن يستبقي تلك الفتاة عنده. المعنى كان موجود ناس عندهم إحساس، لذلك ذكرت لكم في المرة الماضية أن التعميم خطأ، مش يقول العرب كانوا يأيدون، هؤلاء كانوا يحيون. وإذلك ناجية بن صعصعة كان يسمى محيي الموؤودات، محيي الموؤودات هكا سميته. هناك رجل آخر في الحياة الإسلامية كان له شأن، يسمع عن الناس ويسمع أن فلان كان تاجر وأنه تغيرت أحواله وانقطع وكذا وكذا، ماشي يشمت به بحال الآن وفلان كان صافي وقبر كذا وكان بكري وحتى، وكان يتخذونها للشماتة. المؤمن ليس فيه هذا الخلق، أبدا أنبهكم، المسلم عنده أخلاق دياله بوحدها يستقيها من القرآن من الكتاب والسنة من القيم، نحن لا يمكن أن نتشفى من الآخرين، واحد افتقر ولا كذا ماشي ماشي مجال أنك تتندر به، واجت البارح كانت عنده السيارات وكان عنده وكان عنده وكان غيهز النيف وكان كذا، واش هذا هو في حاجة إلى دعم اجتماعي، ماشي حاجة إلى صوت إلى جلد، لأن هذا الكلام سيتركه عمره ما يخرج من البيت ديالو تماما. فأحدهم كان يخرج بالليل، يخرج بالليل فإذا سمع أن إنسانا تغيرت أحواله يأتيه بمال فيطرق ويضعه على وجهه رثاما، وجاء إلى أحدهم وطرق الباب فأعطاه مالا، فقال من أنت؟ أنا أريد أن أعرفك من أنت؟ قال أنا جابر عثرات الكرام، هكذا يعرف، أنا جابر عثرات الكرام، إذا عثر الكرام أجبروا شي تشفى بهم، أجبرهم وأسندهم وأدفعهم. هذا كان كثير في حياتنا، هذا كان كثير في حياتنا، ولذلك الناس الذين
لا يريدون لنا أن نقرأ النصوص والأدب العربي وتاريخ الأمة، لا يريدون لنا إلا أن نظل هكذا بشر ما عنده تقيم من القيم. هذه قيم مفقودة الآن، ماشي الناس لا يعرفونها أصلا. إذا الناس يتابعون الغير، إحنا شنو نتبعوا؟ أخلاق الناس نبتلعها ابتلاعا، ومنين نجيبوا أخلاقنا؟ من أناس ضعفهم أساسا في الأخلاق. أنت لا يمكنك أن تأخذ مثلا العالم الغربي نموذج في الأخلاق مطلق. نحن من الناحية الأخلاقية مرتفعون كثيرا، هم ما عندهمش الأخلاق اللي عندنا، ولكن إحنا نمشي عندهم. مثلا غير قل لكم سالة من المسائل التي تعرفون أن الغرب فيها طاشت سهامه، هذا الأمر الذي جاء إليه بعض الفنانين ما يسمى بالكاميرا الخفية. أترون أن الكاميرا الخفية من الناحية الشرعية تجوز؟ هل يجوز؟ أبدا. ظلم للإنسان ما بعد ذلك من ظلم. لماذا تزعج إنسانا وتضحك عليه الناس وتخيفه وتقلقه؟ تعرفون بعض الناس ماذا يفعلون في بعض المرات في كذا، ويفر الشخص ويمكن أن يسقط، ويمكن هو رجل كبير، ما الذي سلطك عليه من أجل أن يضحك الآخر؟ هذا ليس أسلوبا، ليس أسلوب الأمة الإسلامية. نحن نضحك ولكن لا نضحك على الناس، نضحك مع الناس. شوفوا ذاك السخف ديال رمضان وما بعده، كل من هالقبيل هذاك حرام قطعا، لأنك في نهاية المطاف أنك لا تستطيع أن تفعل، تلتلم القيضرة في وجهك، راك تشارك ما عندكش أخبار، راك تشارك في الكاميرا الغبية، ماشي هذاك. إلا عندك شي فن ديرو هذاك هذاك الهضره الخاوية الناس. لأن بعض المرات الآن أصبحوا حتى عند الأوروبيين يقول شي في شي لقطة من اللقطات شخص يريد أن يداعب ويمازح أخته، يمكن أعطاها شي بحال حنش ولا شعر هكا، وخرجت هربت وخرجت بالخرجة اللي خرجت اصطدمت مع سيارة وقتلها. هذا هو الضحك؟ ضحك أنت؟ لا ما تضحكوش من هذا المجال. ثم الكاريكاتير، الآن كاريكاتير مزيان، إلى بعض الكاريكاتير مزيان، ولكن كيولي كثير كاريكاتير ديال الجسد. الآن عند الأوروبيين عندهم دائما يصور واحد إنسان ويطولوا له النيف ولا يعرضوا كذا، خصوصا بالنسبة للمسؤولين الإداريين السياسيين. احنا ما عندناش هذا الأمر، لا نسخر من جسم الإنسان لأنه لم يخلق جسمه، إن الله هو الخالق. خصك تبحث له على شيء عيب، وإلا عنده شي شوية النيف هكا جبدوا له، ولا عنده الراس كذا تزيد تكبروا له كذا وتولي عيب. احنا لا نتحدث مع الأجسام، الأجسام مخلوقات خلق الله، ولذلك لا يجوز في الشريعة الإسلامية الاستهزاء بالناس والسخرية منهم. لا يسخر، واش هي ماشي هذا ماشي هو كاريكاتير ماشي السخرية، ناقشوا. هذا أسلوب اعتمده الغرب، لأن الغرب عنده هذه القيم وعنده هذا الأمر، ولذلك نحن يجب أن نغلق هذا الباب حتى لا نصل إلى المهازل التي وصل إلى الغرب الآن، حين أصبح كاريكاتيرات في الأنبياء. شوف فين وصلنا، لأنهم بدأوا تماك ووصلوا الأنبياء، والأصل هنا كل هذا الشيء لا نحبه. نحن نتحدث عن المناقشة العادية لأي شيء، لا إحنا لا نقول بين الناس يجب أن لا ننتقد وألا، ولكن بأدب وبعلم وبموضوعية، ماشي بالمبالغات، ماشي بمزايدات، ماشي بالضحك على كل شيء واستغلال كل شيء من أجل أن يبيع الإنسان ورقة بائرة. الورقة التي تفعل في هذه أصلا بائرة، ما عندهاش مستوى، لذلك تحتاج باش تروج دير الرجلين، باش دير الرجلين تشوف شيء أشياء تجمع حولها هؤلاء الضعفاء لتلتقطهم ليشتروا بضاعتك أو تجارتك الكاسدة. إننا قد قلت بأن الأخلاق أو القيم عندنا ولله الحمد وافرة ومؤصلة، ولكل خلق دليله من الكتاب من السنة من عمل الأمة الإسلامية. ولكن أن ذكرت لكم خلقين في محوي الموءودات وجابر عثرات الكرام، عقلوا على هذه الأشياء، وأخلاق أخرى مما الآن
نقتبس هذه الكاميرات وهذا الضحك على الناس والسخرية بالناس مما أصبح ينتشر الآن، لنقول إن الإسلام بطبيعته ليس له هذا التوجه، أي توجهه توجه آخر. إذن قلت إن المغرم هو ما يمكن أن يصيب الإنسان من غير أن يكون له جناية، ومن هؤلاء الذين ذكرت لكم، هؤلاء الذين خسروا في تجارتهم والذين أصابت بهم أصابتهم مصائب في أموالهم، هؤلاء أصحاب مغارم. و في من معنى الغرام والمغرم الالتصاق، ولذلك كانت جهنم كانت غرامة ملتصقة، ومع ذلك يقول كل الحسن البصري كل غريم مفارق غريمه، كل غريم مفارق غريمه إلا جهنم، أي كل غريم ملازم يتركه إلا جهنم. لذلك قال الله إن عذابها كان غراما، أي كان ملازما لا يزول مستمر. إذن هذا المعنى الذي يدور عليه معنى، إن هؤلاء الآن يخافون من الغرامة، يخافون من أن يعطوا بدلا من الإتاوة، يخافون أنهم إذا أسلموا يصبحون ملزمين بأن يعطوا مقابل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا كان واقعا؟ هل كان هذا مانعا؟ إذن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الشأن؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ القرآن يجيب، القرآن يجيب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القرآن يأمر الله تعالى يأمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول هذا، أيها الناس حينما جئتكم بهذا الإسلام لم أطلب منكم شيئا، لم أطلب منكم مالا ولا جاها ولا وضعا اجتماعيا، أنا تحملتكم، أنا لم أطلب منكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل الناس، لم يكن يستغل الناس. ولذلك كانت حينما رجع بعض المهاجرين من الحبشة إلى المدينة ووقع نقاش بين الناس بين المهاجرين والذين ظلوا في مكة، الذين ظلوا في مكة في الهجرة الأولى قبل الهجرة الكبرى، قال الذين لم يهاجروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم نحن أولى برسول الله منكم لأننا كنا معه نسمع كذا وكذا، وأنتم كنتم في الحبشة كنتم بعيدين. فقيل لهم بل نحن أولى برسول الله منكم لأننا كنا في دار غربة وأنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم ويفعل ويفعل، بمعنى أن هؤلاء وإن كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان مشغولا بهم، كان معنيا بهم، كان مهتما بهم. شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أي كما تقدمه كتب السيرة وكما يجب أن نفهمه نحن، له صلى الله عليه وسلم شيء غريب، له صفة غريبة جدا وهي وقل ما يهتم بها الناس، ارتباطه صلى الله عليه وسلم الوجداني بكل صحابي من الصحابة، أي له ارتباط وجداني خيط منه صلى الله عليه وسلم إلى كل صحابي. ولذلك كان إذا وقع لصحابي من الصحابة شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك ويحس به في نفسه. حينما كان خبيب مثلا يقتل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن خبيب يقتل الآن، هو فين والأخر فين؟ هو في المدينة والأخر في مكة، فأحس به. وحينما كان بعض أصحابه يجدون بعض
الأوجاع، بعض الآلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. كيف يتم هذا؟ نذكركم هذه خصوصية النبوة. بعض علماء النفس يحاول أن يقرب هذا، بعض علماء، وأنا سأقرب لكم هذه إن شاء الله، يقولون هناك شخصيات، لما يتكلمون عن الشخصيات البشرية الطبائع، يتحدثون عن نوع من الشخصيات غريب جدا فيها إحساس قوي، يسمونها شخصية سيكوباتية. هذه الشخصية السيكوباتية فيها إحساس مفرط زائد عن الآخرين، بحيث أنه يستطيع أن يتواصل مع جميع الناس. ألم تسمعوا يوما ما أن امرأة في بيتها تقول لكم إنني أحس أن ولدي الآن في كذا ليس بخير؟ سمعتم هذا كثيرا، أن امرأة ما كبيرة تكون هنا وولدها في فرنسا تقول خاطري قال لي بلي ولي ما راش مزيان، ها؟ كثير من غالبا ما يكون ذلك حقيقيا، هذه امرأة عادية ماشي، وقع هذا مرات كثيرة. بعض الأشخاص يقولون إن المحبة حاسة أخرى، حاسة جديدة، حواس اللي عند الناس معروفة، أنا غادي نذكر لكم هذا من القرآن، ولكن المحبة تعطي الإنسان حاسة ليست للآخرين، لأن عنده المحبة القوية فيحس أكثر مما يحب. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شنو هذا؟ شموا ياش القميص، الذين كانوا يحملون القميص ما شموا شيئا. القرآن ذكروا لا إني لأجد ريح يوسف، لا، لأنه كان يحبه فوجد ريحه عن مكان بعيد. القرآن يثبت هذا، هذا ليس شيء مما يمكنه. أنا لا أحب أن أدخل في الخرافات والأشياء الغير التي لا تثبت، ولكن هذه أشياء ثابتة، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الشخصية المحبة للناس، كان يحب الناس، ولذلك بمحبته لهم كانوا يهتدون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلقت همته وأراد أن شخصا ما يحبه أن يكون الإسلام، غالبا ما يكون الإسلام، كان يدعو اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين، ثم كان عمر الذي يوقع له انقلاب، لم يكن مفاجئ الإسلام ديال عمر، ما كانش وجاء قاتلا فصار، هذا ما قالش صبروا عليه واحد خمس أيام ولا 10 أيام، جاء ليقتل وجاء لينتهض الذين يقرؤون القرآن، فإذا به يقول شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله. فلذلك هذا أمر مهم جدا. هناك أمر آخر قاله أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال ما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا أنفسنا، ما دفنوه ونفضوا قال تغيرت أنفسنا. فقال بعض العلماء وهم الشيخ زروق، قال ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفيدا لهم بالهمة. كلام هذا موجود في بعض في كلام أهل الكلام، احنا نفوتوا عليه ما نعطيوش قيمة. كان مفيدا لهم بالهمة، بهمته بأنواره النبوية كان يحتضن الصحابة جميعا، وكان كان الصحابة يتقوون بوجوده. وهناك أناس إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا لم يتكلموا، إذا رؤوا ذكر الله، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك هذا من الأشياء التي أقول إن محمد صلى الله عليه وسلم كان أكبر من أن يطلب شيئا من متاع الدنيا على هذا الدين. ولذلك قال لهم لا أسألكم عليه أجرا، أي إلا المودة في قرابتي، أن تحبوا، أجر عاطفي، أعطوا أجرا عاطفيا لأقرابتي، أحبوهم لا تؤذوهم فقط، انتهى الأمر. هذا النبي العظيم عرض عليه الأجر، ولو قبل الأجر ما كانت الرسالة تستمر،
حينما دعا بدعوته جاءت قريش تفاوضه: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك مالا تتصير من أغنانا، وإذا كنت تريد بهذا الأمر زواجا زوجناك أفضل نسائنا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا. إن أعطوه، وإن كنت ترى أن هذا الذي يأتيك هو رئي لا تستطيع دفعه عن نفسك، طلبنا لك الطب. ماذا تريد؟ في بداية أي إنسان له طمع ويفكر في العاجل يقول أرونا الفلوس بعد ونشوفوا بكم، نأخذ الفلوس ونشريكم بالفلوس. إن كنت تريد بهذا ما جمعنا لك من أموالك، نجمع المال بعد ومن بعد نبقى نعطي اللي يبغى نعطيهم يسلموا، تعطوني لا أموال ولا امرأة ولا إنما أريد منكم كلمة. ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقط. إذ من الأساس كانت هناك رسالة واضحة، لا مدخل فيها للمسائل للقضايا الدنيا. جاءه أناس من وفد ثعلبة بن شيبان قالوا له: إذا شئت أن ننصرك في ديارنا وكذا وكذا، ولكننا لا ننصرك في ديار أو في ميال أرض كسرى، ننصرك ولكن في ديار العرب. ومعروف هذا النص، خصكم تقراوه إذا كان شي واحد فيكم يبغي يقرأ، خصكم تقراوه، قراوه، موجود في عيون الأثر لابن سيد الناس. وفد، هذا الوفد الذي جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا واضحين في كلامه، كانوا واضحين في كلامه، قالوا: إننا نزلنا بين صريين، هما صريا أي بين نهرين، هما صريا اليمامة والسمامة، فأما ما كان من ديار العرب فذنب صاحبه مغفور، وأما ما كان من مياه كسرى فذنب صاحبه غير مغفور، فإن شئت أن ننصرك في ديار العرب فعنا. قال: لا، هو يومئذ محتاج إلى المناصرة. هذا النصر شوفوه في رهط، هذه ثعلبة بن شيبان حينما زاروا المدينة، موجود في الجزء الأول من حالة عرض القبائل. إذن من الأساس كانت هذه القضية واضحة، وهي نجاح هذه الدعوة، هي سر، وهي الفرق بين النبوة والشعوذة، هي فرق بين النبوة والانتهازية. أي من الأساس لا أريد أجرا على هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنه هو الذي ألزم به نفسه وألزم به أهله، فلذلك جاءت النصوص مفيدة إلى لأمر هو أن محمد صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، محمد صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة وتحرم على آل بيته كذلك. وذلك حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين وقد مد يده إلى تمرة من أموال الصدقة قال أزالها، قال: نحن حرمت علينا أموال الصدقة. إذن إيش هذا الشيء اللي كان أول باب ديال الانتفاع ولا سميتو ترفيها من نجي، أنت ما تديش أموال صدقة، أنت اللي غادي يجي ما كاينش من الباب اللي غادي يتمول بها الناس، قال حرمت علينا أموال الصدقة ما كاينش. فلذلك صفت الرؤية أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس يأتونه إذا أسلموا بصدقات يعطونها له على أساسه، كانت الصدقات للزكاة، لمال الزكاة، والزكاة له بيت مال، وكان يصرف بضابط شرعي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله من السبيل. الغنائم فيها تفصيل آخر، واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه والرسول وذي القربى. هؤلاء الآن كعموم المسلمين يستفيدون من الغنيمة التي يستفيد منها كل المسلمين، ولكن ليس الصدقات. لماذا؟ لأن الصدقات هي أوساخ أموال الناس، أوساخ أموال الناس. الزكاة هي أوساخ أموال، لأن المال تخرج منها الزكاة لماذا؟ تطهرهم،
اذا ما تطهروا شيء شغل كيفاش تطهروا واحد الحاجه تقل عنه الحاجه اللي مسخه ها عندك شي حاجه شي دار وفيها شي حوايج مسخين وكذا كيبغي تطهرها لا داك الحوايج اللي ماشي مزيان اللي حاجه اللي خانزه واللي مسخه واللي فيها الريحه وكذا شطبها تقلي الدار مزيان فهذيك طهاره واذا فالنفايات والقمامه مشات للجهه الاخرى مشات لمن اللي بغى يقعد يعيش عليه لذلك كان اراد الاسلام لآل البيت ان يكونوا اعزة فلهم ككل الناس يتاجرون يبيعون يشترون هذا حلال ولكنهم لا يعيشون متكففين ها لا يعيشون متكففين وهذا كان شأن الأمة عموما ولذلك كل شيء يوضع له مقابل يؤدي الى حجب الهدي الإسلامي عن الناس يصبح موضع كلام حينما يفتي الإنسان العالم يفتي لماذا يفتي؟ يفتي لأن الأمة تحتاج إلى فتواه ليس لأنه يتعيش بها ليفتي الأغنياء ويمنع الفقراء لا الفتوى هي منصب شرعي جلسه الإنسان فيجب أن يبذل الفتوى للجميع ولكن حينما وقع في بعض مراحل التاريخ الخلاف من هذا فحرم الفقراء واستفاد الأغنياء وقل ذلك كثير عن كل الأشياء معنى نريد هذا كلام يطول فيه الكلام نريد أن نقول للناس لا تتاجروا بالدين الدين ليس مكان للتجارة التجار الذين لهم قدرة لهم أسواق لهم أماكن كل التجارات التي ليس فيها حرام كلها مباحة للمسلمين ولكن لا يمكن للإنسان أن يتخذ معرفته بجزء من الدين سبباً مثلاً لأن يعيش على هذا يشتغل كما يشتغل الناس إذا اشتغل مثلاً إطاراً من الأطور فهو مأجور موظف من الموظفين ولكن والدولة تتكفل بذلك ولكن لا يعرض نفسه على أساس أعطوني أعطيكم أعطوني المال أعطيكم الدين إذا منعتموني سأمنعكم خصوصا في المرحلة التي تعيش فيها الأمة الأمة ماذا تعيش الآن؟ ماذا تعيش؟ تعيش حالة غريبة جدا أناس لهم مشاريع دينية معروفة هم يدفعون من أجل أن يستقطبوا الناس تعرفون أن كثير من المستقطبين الآن في الأرض لاتجاهات معينة دفعت لهم أموال باهظة وأخذوا ها؟ ولذلك ترون أن الأمور تتغير بكيفية غير منطقية غير معقولة لأن هنالك إغراء ولكن الذين بإمكانهم أن يفيدوا الناس يشترطون المال أعطيني نعطيك تعطيني ما تعطينيش ما نعطيك ما عنديش أنا ودي يتصير كل الأشياء لاحظوا الأشياء كما تصير مرة نتكلم يقول لك أنا غادي نخطب الله ما يعطيني هذه المنطقة الساقط فلوس حبات بغيت الحبات روح لهم السوق السي محمد هذا ماشي محل الحبات هذا محل وراثه النبي صلى الله عليه وسلم الا بغيت تبيع وتشري الله يعاونك هذا الباب مفتوح وكن عري على زنادك ودخل انت السوق وربح ما قالك شي حل ولكن تقع ولذلك تقع تجاوزات كبيره جدا تقع الكنيسه ما الذي جعلها هو هذا الكنيسة عاشت ببيع الدين بصكوك الغفران وكذا أخيرا قالوا هذا الناس ما الناس يمكن شغل يولوا أغبياء إلى الأبد لم تحل مرة يقولوا الناس هذا الشيء هذه تجارة بيع وشراء وصافي هذه تحرميات وصافي ما كان شيء دين فهمت فلذلك كان من هذا مكان واسع وتكلم فيه علماء ووضعت فيه كتابات كثيرة جدا بعض مرات نشوف ناس يقول لك هذا حتى بالتغزال ديال الميت ولا شي هذا ما عندوش اسئله مخاطين ما يمشيلوش ما عندوش ما يعطيش ما كذا لذلك تلاحظوا الان حتى في التصنيفات الا مات شي واحد لاباس عليه وكذا الناس يقولوا قبل الوقت ها يجريوا ولا شافوا ذاك الانسان كلخ ما عنده شيء مسكين مفضي جارو ذاك اللي قدامه كيقول غير اعطيه الواجب راح قل انه يغسل هذاك راه فرض كفايه لا المهم فلان اللي غادي يعطي قرقيبه انا نمشي نقول ذلك هذا
يهبط هذا معنى التدين، ما يبقاش تماما، يولي التجاره بقاش الدين لا يبقى. اذا قلت هذه السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بغى يتكلم على السنه، بعض المرات الناس يتكلموا على السنه غير في الوقت اللي تعجبهم، شي حويجات خفيفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الكتف، السنه ديالو كان ياكل، الناس ما السنه ديالو ياكل الكتف، هذه صافي هذا ما قريت. وقل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، ما شتاش ماشي سنه، فرض ماشي سنه، يجب ان تتاسى برسول الله في هذا، يجب ان تتاسى. لما تسمعون انتم بالنسبه لقبل اهل القران والعلماء، راه معظمهم كانوا يحترفون اشياء، اغلبهم كانوا يحترفون اشياء، بعضهم كان فلاحا، في احد من العلماء كان سمعت في المده الاخيره كان في فاس، ومن كبار العلماء، وذبح كان في شيء يحتاجوا اليه، ومن دوروا عليه مشى حتى مشاو جبروه في الحقل ديالو مسكين، مشي جنان تما وقف مع رسول الله، قال قد ما اكلت الا من هذا البلد. وكثير من الناس، كثير من الناس ما اكلوا الا من 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 ومنهم كان منهم الزجاج ومنهم البزاز ومن ابو حنيفه كان يبيع الاثواب ويعرف يبيع الثوب، ماشي كان فاشل، كان يبيع الاثواب. المجموعه ديال كان بعض العلماء لهم حرف غريبه جدا، احدهم كان يتخذ الالبسه ديال العرائس، الالبسه ديال النساء كيبغيو يتزوجوا ما عندهم شيء يكري لهم هو، بحال شي اللي يديروا الان يكريو، كان يعيش واحد من كبار فقهاء المغرب، كان هذا هو هذا الشغل ديالو، هذا باش يعيش باش ما يمدش يدو، ماشي باش لنا كماش يمدش يدو، باش يبقى دائما كيبغي يقول شي كلمه يقولها في الوقت المناسب. فهذا الذي جعل هؤلاء يشتغلون بهذه الثقافه، هو الفهم الحقيقي، الفهم الحقيقي للاسلام، ليبقى الاسلام، لان المطلوب منك انك تحمل نفسك بمالك وبجهدك، وتذهب الى المناطق لتبلغ الاسلام كما فعل الصحابه والتابعون. هكذا داروا الصحابه. الصحابه جاؤوا من البلاد وجاؤوا الى، ومنهم من مات، ومنهم تركوا الاهل، تركوا الديار، ما كانوا يطمعون في شيء ابدا، وثم نقلوا الاسلام الى كل الاصقاع، لان الاسلام هذه هذا دأبه، هذا شأنه، أن يحمل إلى الناس ولا يكون في غير مقابل، في غير أجر. قلت لهذا كانت هذه مجموعة كبيرة من الأحكام، وكان مما يتأدب به الناس، يجب أن يتأدب به الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة، ولكنه كان يقبل الهدية، زيد ويثيب عليها، زيد نص ثاني، كي تأخذ الهدية ماشي يبقى غير تقبض الهديه، الله يخلف الله يخلف، وحتى انت دير شي شويه، تعطي الهديه، لانك حينما تعطي الانسان الهديه تكرمه، قد لا يكون لك مال كثير ولكنك تكرمه بحسب الهديه، على قدر المهدي لا على قدر المهدى. لماذا؟ ليزول منك الشح، الله يتقبل اسي، الله يخلف اسي، الله يخلف. تفتري ديروك انت صندوق ديال الجمع، غير الله يخلف الله يخلف الله يخلف، وانت شني انت ما عمرك ما تعطي شي حاجه. وذلك نعم، وهذه التربيه الانحرافات شاعت عندنا، لذلك يقولوا هذوك الناس ما يعطوش الفلوس، علاش؟ وشنو هما؟ معفين من الشريعه الاسلاميه؟ هذا الفقيه فقهاء لا سيدي غير ما تهنى من جهته ما غير يقبضوا ما يعطيوش، علاش؟ شكون اللي قال لكم الفقهاء ما يعطيوش؟ ها؟ الفقهاء هم اللي خصهم يعطوا قبل الاخرين، خصهم يعطيو. لماذا؟ لانهم يتاسون بمن اعطى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي تجي تدير شي حاجه صغيره تبقى تقول لك هذه السنه، ها السنه فينا بغيت تسب نفسك تفعل. انت كليت عند الناس وكل كان لي دار ديالو كاع، ما عمره ما دخل شي دار، غير دخل شي حيه ولا شي حاجه دخلت هكا زاحفه، ما عمره ما يدخل شي دار، وغي ياكل عند الناس، ها غي ياكل. حدا يقول له ما حدا احد، لان كان بعض الفقهاء يقول لك ليس على الفقيه من ضيافه، قولوا بعضهم يقول ليس على الفقيه من ضيافه، ليس على الفقيه من شهاده، يقول لك لان الفقيه يحضر، اي ليس عليه، ليس واجبا عليه، لان الفقيه مثلا كل يوم راه معروض، الا بدا يردكم معناها خصو كل يوم يبقى عارض الناس، هذا يقول. لكن واحد قال لما قالوا ليس على الفقيه من ضيافه، قالوا احنا شميت ولا شنو، غير الناس يوكلونا ولا احنا ما، اجمع راسك وحل داركم وقول له سميتو عجبتك هذا ليس على الفقيه من ضيافه، الا بغيت ليس عليك فقيه من ضيافه ما تمشيش حتى الناس تهنى مع راسك، لانك ما يطعمك الناس راك تطعم. راك تاكل عند الناس راهم يعطيوك، راهم يتصدقوا عليك،
إيه؟ ما تهزشي راسك انت من بعد تقول انا ما عندك ما والو راك صدقات وصافي. هز راسك الكرامه ديالك افضل من داكشي. هذا كل شيء يفوت ولكن الكرامه هي الاصل. لذلك هذا الدين في احنا هذا ما خرجش من القران والحديث، احنا نتكلموا غير القران والسنه. ونتكلموا عن بعض الاشياء التي هي غير مالوفه لانها غير عاديه غير جاريه على الاصل. اذا فام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. في تاريخنا بعض الاشياء غريبه جدا. في بعض في تاريخنا وهذا كان قد كثيرا بعض العلماء كانوا يحتضنون بعض الطلاب طلاب العلم. كان يأتي بعض الطالب خصوصا إذا كان الطالب نجيبا. بعض المرات إذا رأى أن هذا الطالب يرجو فيه شيء يستثمر فيه. يستثمر الأستاذ الشيخ في ذاك الطالب ويعلمه. قد لا يكون عنده فينفق عليه. ماشي يقول له أعطيني هو ينفق عليه. والغريب أن أحد العلماء وهو في المغرب في المغرب وقع هذا كان يستثمر في طالب معناه ينفق على طالب فلم يجد شيئا فقيه فما كان له إلا حمار فقيه ما عنده الشيخ فباعه وصاح أصبح بذلك الثمن يطعم ذلك الطالب حسبة لوجه الله. وهذا شيء كثير جدا هذا شيء كثورة في لما تقرأون السير ديال العلماء والسير بعض السير بعض العلماء ذهبوا أحدهم ذهب إلى مصر حاجا وطلب الماء طلب ماء في بيته كان عطشان حينما خرج له صاحب الماء اكتشف بأنه كان طالبا لديه تلميذ دياله فرفض أن يشرب الماء قال علمتك لوجه الله لا أريد أن يكون هذا ما بغاش يشرب عنده الماء قال يشربه في جهة أخرى. هذه أشياء نادرة مش كثيرة ولكن هي المعالم تقوم حياة الإنسان وتعلمه أين يسير. اما هذه الفوضى اللي مشي المال جمع 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 حلال حرام ديك هذا كله خطا وانحراف عن السنه وعن النهج الصحيح. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اعفى الناس من كل كلفه لم يكلفهم شيئا يقول لهم تعالوا الى الاسلام لا اطالبكم بشيء. اذا الانسان حينئذ يعرف بأن الرسالة موضوع قضية. أما يدير واحد شي نادي لهي والآخر يدير نادي لهي ويديروا الزبانية ديالو ويجيبوا كذا ويجمعوا ويديروا واحد الاحتفال واحد الليلة ويجمعوا سيدي فلان ويجمعوا القدور ويجمعوا كذا وينتفخ يجمع 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 الآخر يفتقروا هما كاع كلهم مكلفين كاع اللي تفوت فيه الصدقة وسيدي خصك تعطي لفلان إلا ما عطيتش راكي والو ويدو يجمعوا شي كلام من هذا القليل هذا كلام ديال هو اللي تعطي حرز ولا كيقولوا الحجاب بلا يجرى بحال لي ياك اللي داير حجاب كتب مشى عند الفقيه وكتب له حجاب بلا اجرى ما خلصش ذاك الحجاب اش هو بحال لي معلق حجره وما يتمش وكل اللي معلق حجاب اللي داير حجاب بلا اجرى بحال لي معلق حجره ما ينفعوش تقرقبه ما فيهش ما داش فيه الفقيه لذلك ما يستحقش حتى ذاك العلاج لا ندير له هذا الحجاب ولا ندير له هذه الاجره هذه كلها من ازمنه التخلف كل هذا اشياء من ازمنه ديال التخلف وديال شرود عن الشريعه الاسلاميه. الشريعه دين عظيم الاسلام دين عظيم ودين اكتسح الارض باخلاقه بتضحيات اهله بتضحيات المجاهدين بتضحيات علمائه ولذلك هو دائما يمتد ويستمر. الان أحب وديت ولكن ربما هذا يحدثكم إن شاء الله عنه في الدرس المقبل إن شاء الله بإذن الله عن قضية الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد شخص يتهجم عليه أكثر مما يتهجم على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا ماشي غير مقاول أنا طبعا نتحدث عن هذا ونرفضه ونشجبه ولكن لماذا؟ لأنه لا يوجد عظيم أطر في التاريخ وصنع في التاريخ ما صنعه محمد صلى الله عليه وسلم. ما كاين شخص غير الانفس والمجال وكل ما حل مثل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء الذين لهم حقد دفين على هذا الرجل العظيم. هذا الشيء اللي كاين. هؤلاء ديانات كانت مسنوده بامبراطوريات تحميها بالسلاح وبالقوه وبالمال ثم تقهقرت حينما جاء
هذا الإسلام. أي إسلام؟ هذا الذي تنهار أمامه أمبراطورية الرومان. أي إسلام هذا الذي ينهار أمامه أمبراطورية كسرى، الذي كان يحسب بآلاف السنوات إيوان كسرى الذي انهد؟ منذ متى بدأت دولة كسرى والأكاسرة؟ انتهت. وكل الأنظمة السياسية التي كانت موجودة تغيرها، لم يعد منها، لم يبقى منها نظام واحد. سمعتم عن مصر، سمعتم عن شمال إفريقيا، سمعتم عن كل العالم، تغير بمن؟ بشخص واحد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك طبيعي أن يخاف الناس مما بقي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يخافون من الإسلام، ويقولون الذين يظنون أن الإسلام توقف أخطأوا. الذين قالوا الإسلام توقف لما خرج المسلمون من الأندلس أخطأوا. يقول الإسلام توقف في الأندلس، وبدأ قبل أن يتوقف في الأندلس كانت قد فتحت له باب في 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 تركيا، في إسطنبول. وسقوط إسطنبول تعرفون ليس هناك من كارثة على المسيحيين أكثر من سقوط إسطنبول. وهذا الإسلام الآن ينبعث من جديد في صيغ جديدة. الشباب الراجع إلى الدين، هذه القنوات، هذه الفضائيات، هذا الإنسان، تعرفون اللي يقول لك الفينق، الفينق يتصور الناس، فينيكس حيوان يخرج من الرماد. كان الناس يقولون إن الإسلام انتهى في بلاده، أما في بلادهم انتهى، لكن الإسلام الذي دخل إلى أوروبا في العشرينات، أوروبا دخل فيها الإسلام في العشرينات أو قبل قليلا، وناس كانوا يأتون وكانوا يساقون ليعينوا فيما بعد الأوروبيين على الدفاع والمحاربة النازية. كان الإسلام ضعيف تقريبا، لا وجود له، لا وجود له. كان الناس ما يعرفوش شي حاجة كبيرة. المغاربة بنوا مسجدا، والمسجد الذي بناه مولاي يوسف سانكيا وتركوه، ما كانش عندهم. الآن مسجد شيء آخر، المساجد تتكاثر، المنابر تتعالى، الطلبة الذين يحفظون القرآن يكثرون، النساء أصبح لهن وعي ديني، أصبحت المظاهر الدينية لافتة للنظر. إذن يقولون هذا حينما يؤخذ بمقياس الزمن معنى أن الإسلام يعود من جديد، ولكن بطريقة أخرى، لا يعود لا بالمقاتلين ولا بالمحاربين، وإنما يعود بالثقافة الإسلامية. ولا أحد يستطيع أن يمنع الثقافة الإسلامية عابرة للقارات، تمر فوق البحار، الصوت الإسلامي يمر ويستقر، وتجد الناس بعد ذلك يتحولون إلى الإسلام بكيفية عادية وطبيعية، ولذلك يحجمون بناء المساجد وبناء الصوامع، ويعرقلون على اعتقاد أنهم سوف يمنعون التوسع. أي كل ما كثرت المساجد معنى ذلك أن المسلمين كثروا، لا يمكن أن تكثر المساجد من غير أن يكثر المسلمون. فلذلك يتخوف هؤلاء، وهذا التخوف هو الذي يجعلهم يقدمون على هذه الحماقات، ليجعلوا هذا الشخص مبغضا لدى شبابهم على الأقل، حتى لا يفلت منهم الشباب. يريدون تصوير صورة شائهة لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى لا ينضم إليه الشباب. منهم لا يقصدون بالدرجة الأولى، هم يعرفون أن الأمة الإسلامية أمة ملتهبة، أمة لا تفاوض على قضية على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يريدون أن يعطوا هذا، لعل هؤلاء يتوقفون حتى لا ولكن هذا الذي فعلوه هو جزء مما أراد الله أن يكون إن شاء الله سببا لانتشار الإسلام في تلك الأرض، لأن هؤلاء جعلوا الإسلام قضية. فعل الإسلام أصبح قضية. كنا نقول المسلم، شوفوا المسلمون مسيحيون، لو كتب الناس عن 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 عيسى مثلا، نحن نمجد كل الأنبياء ونقول بأنهم معصومون، لو كتب المسيحيون عن عيسى لما وقعت الضجة. لماذا؟ يقول لأننا نؤمن بالحرية، حرية التعبير. احنا لو كان يدير شي واحد يدير كيسا يدير لنا عيسى ولا مريم ما نقولوا والو، ورام داروها وحنا ما قلنا والو. تعرفوا علاش؟ لأن ما عندكمش كاع مفهوم الدين، ماشي لأنكم عندكم الحرية، لأن الدين لا وجود له. نحن عندنا شيء آخر، مفهوم آخر للدين.
فلذلك من مس محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يزعجنا ولا بد أن يؤذينا. أما أنتم أصلا ما عندكم علاقة لا بعيسى ولا بغير عيسى، فإذا واحد ضحك على عيسى ولا ضحك على موسى ولا ضحك على بحال يضحك على فرعون بحال بحال، ما أصلا ما أنتم واش مرتبطينش بهم، إحنا مرتبطين بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق بيننا وبينه، ماشي لأنكم تؤمنون بالحرية، لأنكم لا صلة لكم بالأنبياء أصلا، وبالتالي فهذا الأمر لا يزعجكم، أما نحن فأمر آخر. ولكن هذا طبعا كما قلت الأشياء لا تقرر في اللحظة، الأشياء حينما تقع الآن لا تكون نتائجها في تلك اللحظة، سيأتي الزمان ليكتشف الناس أن هذا الإسلام عظيم، وسيأتي أناس آخرون ليسألوا لماذا هذا الهجوم على محمد، وما سر العظمة في هذا الرجل، وكيف غير، ولأنهم أصبحوا الآن يجدون أن مجموعة من المؤلفات تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم على أنه الأول من العظماء، هذا يخيفهم، ولذلك يقومون بهذه الأشياء السخيفة الساخطة الهابطة، والتي يجب أن تحولها الأمة الإسلامية إلى فرصة لتبصير الناس بمكانة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوء ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.